كان في حالة ركود. هو السوق من سنتين كان غير كده خالص، يعني كان في فترة في رواج غير عادي في البيع والشراء، وكان التاجر او الزبون المشتري كان بيجي، يعني كان عدد الناس اللي بتشتري اكتر من اللي بتبيع. يعني النهارده الوضع اختلف كليا وجزئيا، النهارده المعروض مش لاقي زبون يشتريه. يعني فعلا كان في فترة اللي فاتت حملة خلية التصدي دي فعلا أثرت على سوق السيارات، وبقى لنا النهارده 6 أشهر في ركود كامل، مش ركود مثلا جزئي، لا ركود كامل. النهارده معظم اللي بيشتري من بعض التجار مع بعض، مفيش زبون بيشتري سيارة جاي ينزل يشتري سيارة. نسبة حركة السوق تكاد تكون أقل من 10%، غير من قبل 6 أشهر او غير السنه اللي فاتت خالص. الاسعار في السوق هل انخفضت؟ هو النهارده عشان اقول ان السعر ينزل، في قدامي حاجتين للدوله هي بقى اللي تعملهم، مش تاجر السيارات. النهارده الدوله فيها حاجه اسمها لو صنعت سياره، وحاجه اسمها البرايس ليست للسياره. النهارده في حد في مصر بيعرف السياره دي جايه من بره بكام؟ مفيش. النهارده لو الحكومه حطت سعر للسياره بجمرجها، الحكومه مش التاجر، النهارده انا بجيب العربيه دي ب $10,000 مثلا، بتوصل لي هنا بكذا، جمرجها كذا، المفروض التاجر او الراجل اللي هو الوكيل بيحط 10% او 15% او 20% اقصى حاجه. يبقى الراجل اللي بيشتري عربيه عارف السعر السياره دي برايس ليست الحكومه منزلاه. ومش صعب على فكرة ان البرايس ليست يتحط على العربية الجديدة، مش صعب. يبقى انا كمشتري عرفت البرايس ليست وعرفت العربية دي بتكلف لغاية لما توصل لي مصر هنا كام. الحاجة التانية بقى ان انا اصنع عربية، لان برضك انا لو صنعت عربية زي مثلا نصر السيارات دي، لو هي اللي بتصنع عربية والمصانع اللي حوالينا هي بتخدم عليها وطلعنا منتج سيارة، يبقى الحاجتين اللي يبقى انا اتحكمت في سعر السيارات بالحاجتين دول. هو الحمله هتهدى امتى؟ هو دي بقى الاول، يعني السؤال ده المفروض الحمله هتهدى امتى؟ الحمله هتهدى امتى؟ لما المشتري يعرف ثمن العربيه متكلف كام على المستورد. هيعرف ثمنها، ده اللي انا قلته البرايس ليست. لو الحمله عرفت النهارده التاجر بيكسب قد ايه؟ هتبطل الحملة دي.